السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواني وأخواتي، توحشكم، أشتاق إليكم كثيرا. أول شيء السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. كيف عاملة أجواء الصيف معكم وأجواء الحرارة؟ أنا الآن بصراحة في الحديقة ديال المنزل، والحمد لله وخا شيئا ما الحرارة مرتفعة كيف ما كتعرفوا. أنا في مدينة سلا، ومدينة سلا قريبة من مدينة الرباط، وكيوجدوا الطبيعة والبحر، كيكون الجو وخا سخون في العشية كيبرد. المهم ما عليناش، مرحبا بكم، أهلا وسهلا فيكم. ما تنساوش اللايك وتشاهدوا هذا الفيديو من الأول إلى الآخر، لأن كاينة واحد الهضرة مهمة جدا غادي نوصلها لكم إن شاء الله من هذا الفيديو. إخواني أخواتي، أول شيء كنوجه التحية لخويا نوفل، مدروك، أمين العربي، زينب، مودريتش، مريم الكويت، نارجس، أخت تويت، عالم، أم أنيس، أم زين، خويا نوفل العزيز، لكل إخوان أخوات، هند من مراكش، الأخ الحمري بطبيعة الحال، عيشة أينو كيتشان، كل إخوان، أمل، دكتورة أمل، بدون استثناء، اللي ذكرت الاسم ديالو واللي ما ذكرتش الاسم ديالو، راكم هنا، راكم هنا في القلب. المهم إخواني أخواتي، كنفكروا كثير وكنقولوا أشياء كثيرة بغينا نحققوها في القناة ديالنا، ولكن أهم ميزة اللي خصها تكون عندكم هي الصبر، هي يعني واحد اتساع في الخاطر، تكون عندكم داك الأمل، تفائلوا خيرا تجدون خيرا، قولوا يا ربي سهل وربي غادي يسهل، توكل على الله سبحانه وتعالى وما غاديش تخيب. إخواني أخواتي، حاولوا تشاهدوا الفيديو، يكون فيه 11 دقيقة 12 دقيقة 20 دقيقة، حاولوا تشوفوا الإخوان والأخوات ديالكم الفيديو من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. ما معنى انك تبادلوا الزيارات وتعملوا الجروبات والناس كتقدم في المحتوى ديالها. انا شخصيا غادي نشرح لكم واحد النقطه، سر نجاح القناه ديال اليوتيوب هي اخواني اخواتي المواظبه على تنزيل الفيديوهات. لا ابالي كم عدد المشاهدات او كم عدد اللايكات، سواء كانت قناه مفعله او قناه غير مفعله. النقطه المهمه اخواني اخواتي هي تركزوا على العنوان، الصوره مصغره، والمحتوى ديال الفيديو كيف ما كان بسيط. هنا اليوتيوب لا يعتمد على اذا كانت لديك هاتف يعني من فئه بهضه او لديك معدات تصوير، ولكن حينما تحب شيء وتعطي فيه الشيء الكثير سوف يعطيك حتى لو القليل، ولكن مع المداومه ان شاء الله سوف تحقق النجاح. انت اخي اختي، ثق في نفسك، ثق في الله سبحانه وتعالى، اكيد سوف يكون لك قاعده جماهيريه تحبك، سوف يكون لك اشخاص يتابعونك. كيفيه العمل، كيفيه العمل هي اخواني اخواتي، انا لاحظت واحد المساله كبيره فعلا، لاحظت واحد المساله ان الناس او بعض الاخوات، يعني بكل صراحه الاخوان، وتحيه اخويا كمال من اسبانيا، لاحظت واحد القضيه ان الاخوان اصحاب القنوات ما كنشوفوش انهم كيعولوا على البث مباشر او الدعم سوبر شات اكثر من الاخوات. يعني بصفه عامه كتلقاها كدير بث مباشر، لا اختي، سيداتي، صديقتي، بنتي، انساتي، امي، لان هناك امهات لديهم قنوات. ركزوا ليا على تنزيل، ما تبقاوش لايف وراء لايف وراء لايف، بما ان القنوات او النسبه ديال الربح الكبيره والنسبه ديال العائدات تاتي من الاعلانات، من الاشهارات. واين توضع الاعلانات؟ بكل بساطه على الفيديوهات، على المحتوى. موازاة مع اللايف المباشر، قومي بعمل فيديو كحد ادنى في الاسبوع، ثلاث فيديوهات اذا لم يكن لديك الوقت او المجهود فيديوهين، لأن هذه الطريقة التي تساهم فعليا في يعني زيادة الجمهور على قناتك. ليس الجمهور فلانة لقد اشتركت عندك، فلانة لقد قمت بالتبادل، فلان أعطيني مفتاح، فلانة أعطيني مفتاح، لماذا لم تعطيني مفتاح؟
يعني تضعون انفسكم يا اخواني اخواتي في واحد دوامه, واحد دوامه كبيره, يعني هكذا تدور تدور وتدور انتم في الداخل لا تستطيعون الخروج. اهم شيء هناك سؤال يطرح لدي كثيرا, من اين لك هذا الاشتراكات؟ هل قمت بالاشتراكات؟ ابدا اخواني اخواتي, كانت في بدايه الفيديوهات القصيره قبل ما تكون قناتي مفعله, كان كنت اقوم بتحميل فيديوهات قصيره من منصات ثانيه سواء التيك توك او الانستغرام او الفيسبوك, ليس لدي اصحابها قنوات على اليوتيوب, وقمت بتنزيل على قناتي قبل ما تكون مفعله, فاستطعت يعني الحصول على الاف المتابعين. فعليا هاد المتابعين لا يتفاعلون على الفيديوهات الطويله, هذا شيء مفروغ لانهم حينما يقومون بعمل سلايد او بالمرور في الفيديوهات القصيره مثل التيك توك فقط لديهم ميزه الاشتراك وليس لديهم ميزه تفعيل الجرس. يعني حينما اقوم بوضع بث مباشر او فيديو طويل اعتمد انا شخصيا على العنوان, اعتمد على الكلمات الدلاليه, اعتمد على الصوره المستعاره, اعتمد على اشياء كثيره. ما علينا اخواني اخواتي, الفيديو جميل ان يكون فوق 8 دقائق من اجل وضع الفواصل الإشهارية. قم بمحاولة ثم المحاولة ثم المحاولة, أكيد 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 سوف تنجحين أو سوف تنجح. أنا أتمنى لك يا أخي الذي تستمع هذا الفيديو يا رب يحقق كل أمانيك سواء في قناتك في اليوتيوب أو في حياتك العامة أو في الدراسة أو في العمل. اللي مريض الله يشافي والشفاء الأخت مليكة بطبيعة الحال, وكل إخوان أخوات اللي مريضين, والأخت على ما أظن منال عبد القادر, وتحيتي الأخت لينا اللي في البحر, تحية كل إخوان والأخوات بدون استثناء. علينا, مريم الكويت, هاي راموس, ناجس, مودريتش, خويا نوفل راك عزيز. طيب إخوان, أم زين تحياتي لك, تحياتي لكم بدون استثناء, والله أعتذر لمن لم أقل اسمه فهو هنا في القابل, يعني صعب أن الإنسان يتذكر مجموعة من الأسماء. على العموم سوف نعيد الاستكمال هذا الموضوع إخواني. أتمنى والله أنا أقوم بالتصوير عن طريق الموبايل عن طريق الهاتف بطبيعة الحال, ولا أدري هل الصوت يصل في هذا الميكرو العجيب, هذا ميكرو يعني لدي ميكرو هنا وميكرو هنا, تسمعون صوت الطيارة لأني قرب من المطار. طيب إخواني أخواتي, بصراحة الحديقة في الجو بارد الحمد لله رغم أن الحرارة, ولكن تحت الأشجار أحس بدرجة الحرارة بين 24-22, يعني الجو معتدل ولكن في الشمس هناك حرارة. نرجع إخواني أخواتي إلى الموضوع ديالنا, وركزوا معي جدا, أنكم خصكم تنزلوا المحتوى, انكم ما تبقاوش دائما كيف ما قلت لها في داك الدوامه ديال زورني الشاهد. ماذا يحصل اخواني اخواتي؟ يحصل ان التبادلات او دعم القنوات, مع احتراماتي لهم, يعني كل شخص لديه فلسفته ولديه افكاره ولديه محتواه وما الرساله التي يريد توصيلها او شرحها, ولكن أنا أعاتب بعض القنوات وأعاتب بعض الإخوان والأخوات مع احتراماتي لهم, يعني بدون ذكر أسماء, ليس لا يفهمون, يريدون دخول هذا المجال بما أنه قنوات طبخ تعليم تقنية, ربما يريدون توصيل المعلومة وهم أيضا لا يفهمون. يا إخواني ليس هناك الأرقام لا تسبب أي مشكل على القناة, الايموجيات لا تسبب اي مشكل على القناة, كفاكم ان تقولوا لي هاري لا تدع الايموجيات, هاري لا تدع الارقام, انا قناة مفعلة اضع اي شيء. المحظورات واضحة, ونقطة مهمة, حينما يذهب الكلام الى المراجعة عادي, بما انك صاحبة القناة او صاحبة القناة تستطيع اخفاء او اظهارها, او هناك مشرف لديه الاشراف يستطيع يعني اخفاء او اظهارها, لن تسبب على اللايف شيء من المشاكل. طيب انا اريد دائما ان تكون لديكم طاقة ايجابية, اريد دائما ان تكون لديكم يعني طاقة ايجابية, نعم الطاقة الايجابية, ركزوا على كلمة الطاقة الايجابية, نعم اخواني اخواتي الطاقة الإيجابية, أن تكونوا مفعمين بالحيوية,
الحياة دائما ليس مليئة بالمطبات، مليئة كما هي بالأطراح والأحزان، مليئة بالأفراح والمسرات. هذه الحياة، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى البشر، هكذا خلق الكون. يعني الإنسان دائما ثقته في الله كبيرة، وثقوا بإخواني أخواتي مع العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل. ابتعدوا من الأشخاص السلبيين، ابتعدوا من الإخوان الذي يقول لك أنا أشتغل في اليوتيوب 4 سنوات أو 5 سنوات ولم 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 أقوم بأخذ ولا راتب في قناتي. طيب أين هو المشكل؟ هناك إخوان، هناك قنوات ابتدت من الصفر، لا تعرف التبادلات ولا تعرف اللايف، ومحتوى جميل. لن أتحدث، سوف تقول لي هاري كفاك كلاما وثرثرة، هناك فقط المحتوى الذي فيه مشاكل أو فيه يعني أشياء مخلية بالأداب أو نعم نعم متفق معكم. ولكن هناك قنوات لا تعد ولا تحصى على أطراف الأصابع. هناك قنوات ابتدت من صفر والآن ما شاء الله مليونية. ما كان السر النجاح؟ كان السر النجاح هي تحميل الفيديوهات وعمل فيديو رائع وعمل شيء من القلب، أي شيء يعني ينبثق من القلب. ثق بي أخي سوف يصل إلى الجمهور كيفما كان، ما عليكم إلا العمل. أنا لا أعرف ماذا أقوم أقوم بعمل حركات هكذا، سوف أمسك يدي هكذا. لا تنسوا اللايك وترك أي سؤال. يعني أنا لست بخبير في مجال يعني المعلومات، ولكن الحمد لله نبحث ونقوم بتجربة أمور على قناتنا. وفيديو في بعض الأيام يصل 100,000، في بعض الأحيان 20,000، في بعض الأحيان 100,000، في بعض الأحيان 100. واني أنا شخصيا لا أبتعد، يعني أحاول. أنا مدام عملت هذه القناة إخواني أخواتي، عملت هذه القناة من أجل أحب يعني هذا المنصة، أحب منصة اليوتيوب. ولكن هذه المنصة اليوتيوب تتيح لنا دخل مادي. كيف هذا الدخل المادي؟ عن طريق عمل فيديوهات وعن طريق لايفات. قموا بوضع إخواني أخواتي، أتوجه إلى بعض الأخوات، قموا بوضع عنوان جميل، لا تقوموا بكتابة مساء الخير ولا حول ولا قوة بالله. كلام الله جميل، ولكن هل تريد على أشخاص يأتون إلى قناتك، أشخاص جدد، جمهور جديد إلى قناتك؟ يجب استهدافهم. كيف تستهدفهم؟ دائما نستهدف الجمهور الجديد الذي لا يعرفنا عن طريق العنوان والصورة المصغرة ومحتوى الموضوع. حتى لو كان بسيط فالشخص سوف يعشقك ويحبك على محتواك كيفما كان. يعني حتى لو كان هناك أغلاط، حتى لو كان هناك هفوات، المهم أن تقدم محتوى، أن تحاول أن تشاهدين وأن تشاهد. نقطة مهمة إخواني أخواتي، أرجوكم أصحاب الحسابات الذين يريدون يعني في ثقة نفسهم يقولون أنا أعمل خير، يا أخي يا أختي الكريمة، إذا كان لديك هاتف، إذا أنا دقيقة أقوم بشرب كأس من الشاي. تلاحظون يعني الآن تقريبا 13 دقيقة وأنا أقوم بالتصوير. لا أدري هل الصوت يعني يوجد في الفيديو، يعني حينما أقوم بإنهاء الفيديو وأقوم بعمل المونتاج، لا أدري. على العموم حتى لو ما يكون صوت سوف أتكلم على هذا الفيديو إخواني أخواتي، يعني لن أستسلم، لن أقول خلاص الفيديو فيه مشكل في المونتاج ولن أكمل. العموم أحبكم جميعا. من هذا الفيديو، خلاصة هذا الفيديو، قم بالعمل، قومي بالعمل، قومي بالإبداع. حاولي 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 أخي، حاولي أختي، لا تستسلمين للظروف. اللي مريض ربي يشافيه، واللي مديون ربي فك الضيق ديالو. وانا كندعي لكم من القلب واتمنى لكم النجاح. حينما ارى يعني اخ أو اخت يعني سعيد، انا ايضا اكون سعيد، ولكن لن تكون سعادتي بسعادة الاخر. يعني انا اريد، يجب ان تقوم بالعمل، يجب ان تقوم يا اخي اختي الكريمة بالمثابرة. هناك سيارة ورائي، دقيقة. دقيقة واحدة، لأن هناك سيارة خلفي، سوف أنتظر ذهاب صاحب السيارة كذا وأستكمل الفيديو معكم إخواني أخواتي. ولن أطول لكم يعني 14 دقيقة كما تقول حيدمون مرت في رمشة عين. و كما تلاحظون
استنى في حديقة المنزل. يلا أتمنى لكم التوفيق، لا تنسوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم بتنزيل فيديو، إنما ترى هذا المقطع قم بإنشاء فيديو، قم بعمل فيديو ووضعه في القناة. كن قويا، كوني قوية، وسوف تنجحون إن شاء الله، حتى لو بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات، مدام المحتواك حصري، مدام تقوم بتنزيل فيديو، أكيد يوما ما أحد الفيديوهات سوف تأتي لك بالمشاهدة. أتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم جميعا، أحبكم في الله. كل أصدقائي وأخواتي وصديقاتي ومن يتابع القناة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح.